محاضرتنا اليوم حتكون عن اليوكاريوتس. بدأنا المحاضرة الماضية بالclassification of cells وحكينا إنه في عنا نوعين اللي هم اليوكاريوتس والبروكاريوتس، واليوم وشرحنا عن البروكاريوتس وخصائصهم والأجزاء الموجودة في الخلية اللي هي من نوع البروكاريوتس. اليوم رح نحكي عن اليوكاريوتيك cells. اليوكاريوتس have nuclear membrane and a true nucleus and membrane bound organelles. هم بفرقوا عن البروكاريوت بهاي النقاط الأساسية، والبروكاريوت بتضمنوا الفانجي اللي هم الأعفان واللي تشمل أو الفطر بشكل عام، بيشمل اليست والمولز والألجي والبروتوزوا والأنيمال سيلز والبلانت سيلز اللي هم نعرفهم إحنا حجم كبير. ففي عنا مايكرو أورجانيزمز صغار اللي هم الفانجي الألجي والكائنات الأولية البروتوزوا، وفي عندنا الانيمال والبلانت سيلز. اليوكاريوتيك سيلز ار 5 تو 10 تايمز لارجر ذان ذا بروكاريوتيك سيلز ان ديامتر، هم اكبر ب 5 ل 10 مرات، واليست حجمها تقريبا من 5 ل 10 مايكرو متر، الانيمال سيلز 10 مايكرو متر، والبلانت سيلز اكبر منهم كلهم اللي هم 20 مايكرو متر. هذا شكل اليوكاريوتيك سيلز بشكل عام، وحنحكي عن الأورجانيلز اللي جواتهم واحدة واحدة. حنبدأ بالنيوكليوس الموجودة هون. النيوكليوس تحتوي على الكروموسومز اللي هم فيهم الـ DNA associated with small proteins surrounded by a membrane. في حوالي النيوكليوس membrane هون، والmembrane contains a pair of concentric and porous membranes. إذن في عنا مكونين للmembranes اللي هو اللي هو membranes للنيوكليوس. اما بالنسبه للسيل ميمبرين او السيل وول، فاليوكاريوتيك contains T role which strengthen the wall structure and make the membrane less flexible. مقارنها بالبروكاريوتس. وthe cell wall of eukaryotes shows a variation، بختلف من نوع لنوع. فالفنجي مثلا في كايتين اللي هي بوليساكرايدز. البلانت سيلز contain سيلولوز، برضو نوع انواع البوليمرز الطبيعيه. اما الانيمال سيلز dont have cell wall so that they are shear sensitive and fragile. يعني الانيمال سيلز هم فراجل، قابلين للتمزق والكسر بشكل سهل لانه ما عندهم السيل وولز. هلا ننتقل للميتوكوندريا اللي هم هون. الميتوكوندريا هو جزء من واحدة من الممبرين باوندد اورجانيلز اللي لهم بكونوا سبيشاليزد فانكشنز، وموجودين بالسيتوبلازم اللي هو السائل اللي موجود في الخليه. الميتوكوندريا ار ذا باور هاوس اوف يوكاريوتيك سيل اللي بيعطينا الباور، لانه الريسبيريشن بتكون موجوده في الميتوكوندريا. هي بتقوم بعمليه اختزال الاكسجين وتخزن الانرجي في الادينوسين ترايفوسفيت الاي تي بي. شكلهم زي ما احنا شفنا سيلندريكال شيب، الديامتر تبعهم تقريبا 1 ملي مايكرومتر، واللينث من 2 ل 3 مايكرومترز. كمان الاورجانيل الثانيه اللي هم الاندوبلازميك ريكتلم اللي هم هدول اللي شكلهم زي حرف الام مثلا تقريبا، هم عباره عن كومبلكس كونفوليوتد ميمبرين سيستم ليدنج فروم ذا سيل ميمبرين انتو ذا السيل. اذا هو بوصل بين السيل ميمبرين والسيلز جوا زي ما انتم شايفين هون. The rough endoplasmic reticulum containing ribosomes is the size for protein synthesis. اذا البروتين سينثيسيس بيكون موجود في الجزء الرف الخشن من الاندوبلازميك reticulum واللي بيحتوي على الريبوزومز. اما السموث وان از انفولد وذ ليبيد سينثيسيس. اذا السموث وان من هذول الريتيكولم بيكونوا لهم علاقه بالسينثيسيس للليبيد الدهنيات الموجوده. حنحكي كمان عن عضيات ثانيه اللي هم موجودين في جوا السيتوبلازم زي الباكيول الجولجي كومبلكس واللايزوزوم. بالنسبه لللايزوزومز ار فيري سمول ميمبرين باوند بارتيكلز ذات كونتين اند ريليز دايجستيف انزيمز. اذا اللايزوزومز بيعطونا الانزيمات الهضم contributing to the digesting of nutrients and invading substances. الانزيمز الموجودين في اللايزوزوم هم اللايبيزز عشان نعمل digesting للليبيد، من اسمهم لايبيز، دائما مرتبطين بالاسم المادة اللي بيعملوا لها تفاعل في هاي الحالة الليبيد. والكربوهيدريز digests carbohydrates اللي هم الشوغرز،
والبروتياز بيستعمل بيستخدم عشان يعمل دايجستشن للبروتين. اذا اسماء الانزيم انزيمات شايف انتم شايفين لها علاقه مباشره باسم الماده اللي بتعملها دايجستشن، لايبيز كربوهيدريز اند بروتياز. الفاكيول اللي هو low density and responsible for food digestion كمان، وكمان الاوزمتيك ريجوليشن اند ويست برودكت ستورج. اما الجولجي كومبلكس فهي عباره عن small particles composed of membrane aggregates. الفكره فيهم انهم مسؤولين عن secretion of protein، التخلص من البروتين. اما الجولجي ار سايتس وير بروتينز ار موديفايد important for protein function in the body. إذا بصير في عنا تعديل للبروتين جوا الجولجي كومبلكسز عشان حسب الفانكشن اللي محتاجها الجسم بهذه الحال. الجزء الأخير أو النوع الأخير من الأورجانيلز اللي هم الكلوروبلاست، طبعا موجودين فقط في البلانت سيلز وبعض الأنواع الثانية من السيلز. هي relatively large chlorophyll containing the green organelles that are responsible for photosynthesis in algae or plant cells. موجودين في الالجي وبالبلانت سيلز فقط، موجودين ولا في أي نوع ثاني من أنواع اليوكاريوتس. طبعا نحكي هلا عن الريبرودكشن لليوكاريوتيك سيلز، وفي عندنا نوعين، في عندنا الاي سيكشوال والسيكشوال برودكشن ريبرودكشن. السيل ديفيجن بالاي سيكشوال ميثود بيكون في عندنا 3 ستيبس. اول شيء اللي هو النيوكلير دي ان اي ريبليكيت، بصير في عندنا مضاعفه للنيوكلير دي ان اي، بعدين بصير في عندنا انقسام للنواه اللي بنسميها مايتوسيس، وبعدين بصير في عندنا انقسام لكل الخليه والانفصال اللي بصير عندنا بنسميه سايتوكاينيسيس. هون عندنا هذا الشكل بوضح لنا عمليه المايتوسيس اللي بصير فيها انقسام الخليه. بتلاحظوا انه في عندنا دي ان اي، بصير في عندنا دبلينج، فبعدين بصير في عندنا انقسام بهذا الشكل للخليه. فاحنا هون في عندنا مرحله المايتوسيس اللي بصير في انقسام للنواه، والسيتوكاينيسيس اللي بصير في عندنا انقسام للسيلز، بصير في عندنا تو ديفرنت سيلز. النتيجه اللي بتنتج من المايتوسيس هو تو ايدنتيكال دوتر سيلز with a roughly equal distribution of organelles and other cellular components. يعني بتتوزع الاورجانيلز الموجوده هون بالتساوي بين هدول الخليتين اللي نتجوا من الخليه الام، وكل دوتر سيل is the genetic equivalent of the parent cell. فبتلاقوا انهم نفسهم موجودين من هدول البيرنت سيلز، كانه قسمناها لجزئين بعد ما ضاعفنا النيوكليوس والدي ان اي اللي جوا الخليه. النوع الثاني اللي هو الميوسيس اللي هو سكشوال ريبرودكشن، هون لا نحتاج احنا لايج وسبيرم. في عندنا نوعين من الخلايا، بصير في عندنا لهم يعني ضم، وبتحولوا لزايغوت اللي هو دايبلويد اللي بيكون جاي من التو هابلويد اللي هم الايج وسبيرم. بعدين بعد ما يصير هذا الحكي بصير في عندنا دي ان اي ريبليكيشن زي ما كان في الاي سكشوال ريبرودكشن، وبصير في عندنا ميوسيس لانه هون بصير في عندنا انقسام اول وانقسام ثاني. الفكره انه هون لما ينقسم الانقسام الثاني بيرجع بيعطينا هابلويدز مره ثانيه اللي هم الايجز والسبيرمز اللي هم الدوتر سيلز. فبصير في عندنا هون الخلايا اللي فيها عدد كامل من الدي ان اي والكروموزومز، هون بصير في عندنا الخلايا اللي هي فيها نص العدد اللي بنسميهم الايجز والسبيرمز. في الميوسيس forms the basis of sexual reproduction and can only occur in eukaryotes. ما شو عم بصير في البروكاريوتس. The formation of zygote اللي هم الديبلويد سيلز is from fusion of two haploid cells اللي هم بنسميهم كمان جامتس اللي هم الايجز والسبيرمز. Each haploid cell has a set of chromosome. The diploid cells contain twice as many chromosomes as does the gamete اللي هم اللي في اللي هم الديبلويد cell الهابلويد cells اللي الاصليات. بعدين لما يصير في عندنا الديبلويد بصير لهم انقسام مره ثانيه اللي هم ميوسيس 2 عشان يعمل لنا 2 نيو هابلويد سيلز ويكونوا لنا الاكزو سبيرمز اللي نحتاجهم عشان يصير عندنا سكشوال ريبرودكشن اجين اند اجين. فبالتالي ان ميوسيس الدايبلويد سيلز كروموزومز از ريبليكيتد وانس اند سيبريتد توايس producing 4 سيتس اوف هابلويد سيلز each containing half of the original cells chromosomes. يعني احنا مثلا بالانسان عندنا 46 كروموسوم في الخلايا العاديه، في الخلايا الجنسيه بتكون فيها 23 كروموسوم، يعني نص عدد الخلايا الموجود في الخليه الام او الاصليه. These resultant haploid cells will fertilize with other haploid cells of the opposite gender to form a diploid cell again. فبصير في عندنا fusion او fertilizing مع haploid cells من الاوبوزيت جندر اذا كان male او female، وبعدين بيعملنا
ديبلويد سيلز مره ثانيه وبتتم عمليه التكاثر. هلا نيجي نحكي عن المايكروسكوبيك يوكاريوتس اللي هم بهمونا في عمليات الصناعيه بشكل كبير، اللي هم فانجي والالجي. فالفانجي ار هيتروتروفز which need to take nutrients from the environment for living. إذا هم بعيشوا على ال nutrients من البيئة المحيطة فيهم، ما بقدروا هم ينتجوا ال nutrients الخاصة فيهم. They are larger than bacteria من ناحية الحجم. وtwo major groups are yeast and mold. اللي هنحكي عنهم كل واحدة لحال. فعندنا yeast وعندنا المولز، نوعين من الفنجي. بالنسبة لليست هو عبارة عن single cell. سايز تبعها من 5 ل 10 مايكرومتر من ناحيه الدايمتر، وشيب تبعها ممكن يكون سفيريكال او سيلندريكال او اوفل. مثال حي على هذا الموضوع اللي هم البيكرز ييست اللي نستخدمهم عشان ننتج البريد. از ذا موست وايدلي يوزد ييست. ريبرودكشن بيتم يا اما بالسكشوال او اي سكشوال مينز. بالاي سكشوال ريبرودكشن از باي ايذر بادنج اور فيشن، هنحكي عنهم هلا. الطريقتين هذول اللي هم لهم علاقه بالاي سكشوال ريبرودكشن للييست. البادنج هي عبارة عن small bud cell forms on the cell وبعدين gradually enlarge and separate from the mother cell mostly reproduced by budding. هاي البادنج هون هذا اليست، وبتلاحظوا هاي البادز اللي عليها هون، هدول بيطلعوا من السيل بعدين بيكبروا وبصير في عندنا هون، تلاحظوا هاي اكبر هون بس بيوصلوا للحجم المناسب من ناحية هدول، شايفين كيف بيصير عندنا عملية الانفصال زي ما موضح هون. اللي بيصير انه عندما بكون عندنا الخليه العاديه بعدين بصير في عندنا بد اللي هو نتوء بيظهر عليها، بعدين بصير في عندنا دبلنج للدي ان اي. هلا الدبلنج للدي ان اي بيؤدي بعدين لانه يصير في عندنا نيوكليس ريبليكيتس، النواه بصير لها ريبليكيشن، وبعدين بصير جزء من النواه في الخليه الاصليه والجزء الثاني بيروح على البادز اللي بيكون عم بيكبر مع الوقت. بعديها لما ينفصلوا هدول النيوكلياي عن بعض وبتصير وحده موجوده في البادز، بصير البد مكتمل وقادر على انه ينفصل عن المذر سيل الاصليه اللي هون، فبتصير في عندنا عمليه التكاثر بهاي الحاله. بالنسبة للفيشن اللي هو similar to budding but the cells grow to certain size and divide into two equal cells. يعني لاحظوا هون البد بتبدأ زي نتوء صغير على السيل، لكن بالفيشن لا، اللي بيصير انه الخلية بتكبر لحد معين، بس وصل لهذا الحد بتنقسم بشكل متساوي. اوكي، بعض اليست سبيشيز كان ريبروديوس باي فيشن، زي ما حكينا انه معظم اليست بيتكاثر بالبادنج. اما من ناحيه السكشوال ريبرودكشن فهي انفولز ذا فورميشن اوف ازايجوت from the fission fusion of two haploid cells زي اللي شرحناها قبل شوي each having a single set of chromosomes. وهذا الحكي برضه بيكون وارد حدوثه باليست. طبعا احنا بنعرف انه اليست هم عباره عن very important economic من ناحيه اقتصاديه، لانهم مسؤولين عن fermentation للبريد والبير في الصناعات المختلفه، ويستخدم كمان لتصنيع الايثانول by bio enzymatic methods. كمان يستخدم في الويست ووتر تريتمنت، في عندنا ميكس كلتشر اوف ييست يستخدم عادة لهذا الهدف، لانه they grown on hydrocarbons وغاز اويل بيعملوا على تكسير هاي المولكيولز الكبيره. ييست اند بكتيريوم زيلينم كلتشر برودوس كمبوتشا الفيرمنتد سويتند تي، وهلا صار منتشر شوي عندنا ممكن نسمع فيه ببعض المحلات. هذا الكمبوتشا عبارة عن شاي محلى لكنه مخمر، فهذا بيكون له كثير فوائد صحية موجودة، وممكن تسألوا عنه في بعض المحلات الموجودة عندنا بالبلد هون. زي ما قلنا الفنجي عبارة عن نوعين، اليست والمولد. المولد ار فيلمنتس فنجي اند هاف ا مايسيليال ستراكشر. لاحظوا كيف شكلها زي يعني شكلها مختلف عن اليست. هون بيكون شكلها بشكل هيك فيلم زرفاع بنسميهم فيلمنتس، والستركشر بنسميه مايسيليال ستركشر. مايسيليوم از هايلي برانشد سيستم اوف تيوبس ذات كونتينز موبايل سيتوبلازم ويز ماني نيوكليس. لاحظوا حتلاقوا لو نيجي نعمل بالمايكروسكوب حنلاقي انه في عندنا اكثر من نواه موجوده جوا هدول الستركشرز اللي بشكلوا هدول البرانشز.
الهاي فاي هاي لونج وذ فايلمنتس اون ذا مايسيليوم، خلينا نحكي زي كأن العمود الفقري الموجود هون نسميه هاي فاي، وهدول البرانشز هون نسميهم مايسيليوم. النوع الثاني من اليوكاريوتيك سمول سيلز اللي هم المولدز اللي عم نحكي عنه ار فيري امبورتنت ايكونوميكلي، من ناحيه انه مثلا عندنا المشروم وهي من المواد من يعني الغذائيه المحبذه في كثير من الشعوب ومعنا بشكل كبير صارت. فالمشروم اسمها العلمي اغاريكاس بسبورس. Farming is a large industry in many countries. برضو صار موجود للمونت في كثير من الفود اندستريز، مثلا يستخدم الاسبريجلس نايجر فور سيتريك اسيد برودكشن، كمان بالانتيبايوتيك برودكشن كثير تعتمد على المولدز مثل البنسيليم نوتاتوم. السايز تبع المولد when grown on moist solid nutrient surface the filamentous form is 5 to 20 micrometers. When grown in submerged culture, it can form cells, aggregates, and pellets of size varies between 50 to micrometer to 100 millimeter. فهم بيكبروا بأحجام مختلفة حسب الانفايرمنت اللي بيعيشوا فيها. هذا الحكي can cause nutrient transfer, mainly oxygen problem in the pellet, لأنه بكون حجمها كثير كبير فبكون يعيق عملية انتقال الأكسجين. والبيلت formation reduces broth viscosity, which can improve bulk oxygen transfer. فبالتالي إلها هون يعني خلينا نحكي two different effects، ممكن إنها تقلل ال viscosity تبع البروث اللي هي environment ويصير فيها عملية التخمير أو عملية التفاعل البيولوجي، which can improve the bulk oxygen transfer للبروث هذا. النوع الأخير اللي هو الألجي are usually unicellular، مكون من خلية وحيدة. هي مثل البلانت plants they are plant-like multicellular structures present in marine water. Like plants most algae use the energy of sunlight to make their own food. فهي أصلا يعني كائنات نباتية بحرية بالغالب إحنا نسميهم، فهي photosynthesis تستخدم photosynthesis عشان تعمل الغذاء تبعها مثلها مثل النباتات، عشان هيك فيها الكلوروفيل اللي حكينا عنه قبل شوي. الالجي lack the roots, leaves and other structure typical for true plant، فعشان هيك هي يعني ما بنحس انها true plant، بنحسها شوية اوراق هيك عم تسبح بالمي لكنها فعليا او يعني هيك أو مش اوراق او يعني كائنات خضراء عم تسبح بالمي لكنها هي فعليا مثل البلانت في كثير شغلات بشكل اساسي موضوع الفوتوسينثيسيس. الالجي control chloroplast which is responsible for the photosynthesis زي ما ذكرنا سابقا. بكون هيك شكلها في كثير من الأوقات، والسايز تبعها أكبر من المولدز، في من 10 to 30 micrometers. Algae can reproduce asexually or sexually برضو. Many of algae incorporate both sexual and asexual modes of reproduction. المارين algae and seaweeds produce gelling agents such as algenic acid and agar، وتستخدم في كثير من الصناعات الغذائية هدول المواد اللي تنتج من السيويدز والمارين ألجي. هلا نحكي عن الفيروس. الفيروس هو عبارة عن organisms لكنهم not free living، يعني ما بقدروا يعيشوا لحالهم. They obligates parasite of other living cells، واحنا يمكن هلا في عز الحياة اللي نتعرف فيها على الفيروسز. هذا هون السارس كورونا فيروس فيرجن فيريانت سوري. طبعا احنا هلا عم نعيش مع الكوفيد 19 فيروس واللي شكله شوي مختلف عن السارس لكن هو من نفس العائله. السايز تبع الفيروس عاده بيكون من 30 ل 200 نانومترز. They cannot capture or store free energy. هم ما بكونوا functionally active الا لما يكونوا inside their host cells، يعني بس يجوا على السيل اللي بيكون بدهم يعيشوا عليها بصيروا active، غير هيك ما بكونوا active. Don't harm but also useful biotechnology tools. Can do harm but also be useful biotechnology tools مثل الفاكسينز اللي احنا مثلا هلا بنسمع انه المطاعيم اللي احنا نستناها او اهالينا اخذوها هي عبارة عن نوعين. مثلا النوع الصيني اللي احنا بنسمع عنه كثير هلا هو عبارة عن فيروس مضاعف، فبالتالي هو يعني بهاي الحالة صح هو
الفيروس نفسه بيعملنا بيأذينا بسبب الأمراض، لكن نفس الوقت إحنا بدنا نستخدمه عشان نسوي المطاعيم. بكتيريوفيج أو فيج اللي هم الفيروس انفكتنج بكتيريا، هاي نوع من أنواع البكتيريا اللي هم بيسووا فيروس انفكشن. الفيروس ريبرودكشن بيكونوا فيروس كونتيننج جينيتك ماتيريال such as DNA and RNA which is covered by a protein coat called capsid. وكثير من العلاجات بتكون اصلا عن طريق انك تدمر او تعمل يعني تحطيم للبروتين كوت هذا اللي بيكون موجود على الفيروس عشان تقضي على الدي ان اي والار ان اي الموجود فيه وتمنع التكاثر تبعه. ف they can reproduce only by invading and controlling other cells as they lack the cellular machinery for self reproduction. لأنه زي ما حكينا هم ما عندهم ال reproduction machines المطلوبة. They can be functional only لما يكونوا على ال host cells، ومن ال functionality تبعتهم إنهم يصيروا يعملوا reproduction. هون كيف بتتم عملية ال reproduction لل viruses؟ زي ما هون بيمشوا خطوات مختلفة. أول خطوة اللي هي الأدسوربشن، إنه الفيج is absorbed into a bacterial cell wall. مثلاً في هاي الحالة هاي الفيج وهذه السيل وول. اللي بيصير بعدين بيصير عنا عملية penetration، إنه الفيج penetrates bacterial cell wall and cell membrane، وبعدين الفيج DNA is injected. لاحظوا هون بيصير في عنا penetration اختراق للسيل وولز، وبعدين بيدخل عنا الـ DNA داخل الخلية البكتيريا هون. فالبكتيريا الـ DNA هلأ بصير عنها disruption، بصير فيها خربطة بالـ DNA تبع الخلية اللي الهوست خلينا نحكي سيل. بعدين بصير في عنا biosynthesis. شو اللي بصير هلأ؟ بصير في عنا phage protein موجود جوا هاي السيل، وبعدين بصير في عنا phage DNA directs the cell's metabolism to produce viral components proteins and copies of phage DNA. فبالتالي ال DNA اللي دخل جوا البكتيريا هلا صار اللي هو خاص بالفيج اللي هي الفيروس. شو اللي صار فيه؟ صار انه يعطي كوماندز اوامر للخليه اللي هون بحيث انها تعمل له ريبرودكشن لهالفايرال كومبوننتس. شو هم الفايرال كومبوننتس؟ هم البروتين اللي بيعمل كوتينج على ال DNA وال DNA. فبوث اوف ذم ذي ار كوبيد. هلا شو بيصير في عنا؟ بيصير عنا empty phage heads and in pieces of phage DNA are synthesized. فهي هي الهيد هدول بيكونوا فاضيين مش مليانين زي هون، لأنه لاحظوا كانت هون مليانة بعدين تفرغت من الـ DNA. هلا بصير يصير تصنيع لهدول الهيدز جوا البكتيريا، والـ DNA كل واحد برضه لحال. بعدين بصير في عنا maturation. شو بصير maturation؟ إنه بدخل الـ DNA جوا الهيد، وبصير في عنا التيلز هدول والبيسز بيلتصقوا بالهيدز وبتكون الفيروسز الجداد. بعدين بصير في عنا collars والsheaths and base plates have been attached to heads والtail fibers are added the last. لاحظوا زي ما حكينا إنه بعد ما التصق الجسم تبعهم فيهم صار في عنا الخطوة النهائية هي تكوين التيل فايبرز هدول الموجودين في النهاية اللي بتساعدهم على إنهم يلزقوا أو يقعدوا على الهوست سيل تبعتهم. السيل هاي خلصت مهمتها، فصار في عنا ريليس البكتيريال سيل لايسس، بصير في عندها خلص يعني تتحلل وبتعمل ريليس للماتشور فيجي الجداد اللي ممكن يروح على البكتيريا تاني ويتكاثر بنفس الطريقة. فهون رح نوقف اليوم بعد ما حكينا عن هدول الديفرنت مايكرو اورجانيزمز، ومحاضرتنا الجاية حتكون عن البايو كيمستري.